لكم شرف كلكم، لكم الله شخطورة، لكم الله فلوكة. اسمع أميرة يا دعانة، اتحبشت وراحت يا دعانك يا أميرة، رحتي وتركتي ليوسف. لك عش بيك ولك يوسف يا دعانك يا أميرة. بدك تضلك تنق وتنعي يا عمي، ما كلها شقفة شخطورة وغرقت، منيح ما رحت أنا، إيش كنت عملت؟ راحت اللي كانت بعيشتنا من خيرة وبقيت لي هالمقاي دمعة حزني. لا 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 ليك يوسف، المصيبة مش هون، المصيبة فوق عن جارنا بالتاني. شو بو جارنا بالتاني؟ ماتت مرته المعطر نيال جراي. الله يرحمها الله يرحمها الله يرحمها. اسمعني أنا طالعة هلأ عالزفية، خلص والحقني سامع؟ تكوني بلحة إن شاء الله. ما شاي يا عمي، لحق لحق لحق. ولي أنا إيش كان بدي وأخدته، ابتليت بلوي طول عمري. يخرب بيتها لك فيه مثل جارة الغاز يا عمري قطع. يا دعانك يا أميرة، رحتي وتركتي ليوسف. ألو يا سيدي، يا حردي موتك يا سيدي، ما قلت لك راي عزي. ليك يا سيدي، هذا المرحومة ما بعرفه ولا بعرف جوزي، بس جوزي هذا زلمي صاحب وجبيت وكان صاحبه البيه. ليك اسألي لي يا بيه، العزي بالطبق الأول ولا بالتاني؟ يا دعانك يا أميرة، رحتي وتركتي ليوسف. سيدي سيدي، هان هان بالطبق الأول، يلا بحكيك بعدين باي. يا حردي موتك ايش بحكي؟ مرحبا يا معلم يوسف. كيفك يا معلم يوسف؟ الله بيعوض عنك يا معلم يوسف. تفضل تفضل. الله يا معلم يوسف، كان جاي بي يقف على خاطرك وعلى خاطر مصيبتك، بس مانو قادر يجي، صحته مانا سمحت له، نازل له قرق. ابن مين انت؟ انا؟ ابن مسيد اللحيم. انت ابنه للحام؟ ايه. بيك اول واحد طلع عليا. هذا موتك شو بدك يا سيدي؟ بيك وعمك وخيلك وجدك. يا حرق الدين موتك يا يوسف على الخبرية. جدك اول واحد ركبها. جدك جدك دين موتك جدك. جدك جدك كان يركبها اربع مرات بالنهار. اربع مرات؟ ابدا يا بطي. ابدا ما كان ما كانش ينزل عنا غير ما العرق يضربه بجراحه. يا حرادي موتك والله. انت قلت لي راسي بالخبريه يا يوسف، انت باكد انه جدك؟ جدك قالوا له اوعى تبيع صحتك، عمل اربع مرات ذبحه قلبيه وهو راكب عليا. اربع مرات ذبحه قلبه؟ انا سحبته من الجراحه لجدك يا بطي. طب لك يا معلم يوسف، خبرني الشوربه هي يا خيي انضربت من تحت. انضربت من تحت يا بطي؟ ما خلات حدا ما فرجيته اياها. ايوه ما عرفوا لي؟ ابدا. خدتها بيروت؟ نزلناها بيروت. لسه ما عرفوا لي؟ ما حدا عرف لا شيء من شيء. احنا دي موتي هون. قالوا لي ما الك غير جارك ابو عضل. منو ابو عضل؟ يا خيي ده جاري ابو عضل هون. ايه؟ عنده ضربه فرشايه. ضربه فرشايه؟ ايه والله اخذتها لعنده. ايه طلع فيك فقع اول فرشايه. فقع تاني فرشايه. فقعت يا بطي. هلك يا حرق دين بوطي، مأكد بدون هيك يا كيسي؟ مو هيدا ابو عضل يا عمو ايدي مالحه. ايه والله راح جبتها من عنده، من عنده عم تعر عر. صارت تعر. مأكي لك كلام بسرك. كل عمري انا احلم اركبها لوحدي. يا لا كيسي، مين يفهم اش قصدك من حكيك؟ يا خي عدنا بلا شغل ولا حوين ولا نكلي. ايه مدق علي جارنا بلان. ايه قال لي لك أنا كل عمري جارك وكل عمري عيني فيها. هات قلك عينه فيها يا حرق دي موتي. أوسو أي أوسو؟ أنت دغري أوسو دغري أوسو. لك يا يوسف يوسف، بيجي جارك بيقلك عيني فيها، إيش بتعمل له؟ بتضيفه له شوكولاتة؟ أوسو يا حرق دي موتي أوسو. لك شو أوسو؟ أنا لو خي عينك فيها بدك إياها أدفع لك قرشين. يا مصاري. ايه مصاري. ايه كيف مصاري لك يا يوسف؟ مصاري كيف لك يعني؟ يوسف الزلمة ايه؟ بيبقى عنده كرومته وما كل شيء مصاري. يا حريدي موت المصاري. اجا يا خيي دفع لنا قرشين. ايه امت اشطفت له اياها واعطيته اياها. اسا اشطفتك مين يا حريدي موتك يا يوسف؟ يا بطي يا يوسف. لك يا يوسف اقصي صغرتي، انت بدك تطلعني من الكيبه. ايه
بس ما شال قهرني انا. شو اللي عشان اتفقت معه يركبها لوحده؟ ليش قصور؟ راح جيب اربع خمس شباب اصحابه ركبوها كلهم سوا. تعالي هدي بوطي يا يوسف. يا زلمه انت راح تجنني. ركبوها كلهم سوا ركبوها. يا بوطي. ليك طلعت ونزلت من جمعه دق علي واحد بالليل. ايه طلع خليجي. ايه ايش بده؟ قال لي ابغيها. شو ابغيها؟ ابغيها. خي اعطوا مني ما افهم بلغي. ابغيها. شو ابغيها؟ خط خط لي بصريني. ابغيها يعني بده اياها. بده اياها؟ كحشو يا خيي كحشو. كحشو انت كحشو. يا خيي كحشو. انت يا اوسو يا كحشو انت. يا اوسو يا كحشو انت يا كحشو. قلت له خي تبغيها انطيها انطيها. شو انطيها يعني؟ مين ما يفهم؟ انطيها تعلك قرشان يعني انطيها. مصوري؟ ايه مصوري. ودفع لك مصوري لك؟ والله شال 300 واعطاني اياهم. 300 دولار؟ لا ايرو. لك ايرو فيكم باخلاقك.